الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمرين رقم 10 حول درس المستقيم المدرج ومعلم المستوى. لمستوى السنة الأولى إعدادي، الموسم الدراسي 2018-2019. OEG معلم متعامل للمستوى، بحيث المسافة OE تساوي المسافة OG تساوي 1. A صغيرة، مثل النقط A ذات الحداثيتين 4-3 و B ذات الحداثيتين 4-2 و C و D بحيث يكون ABCD مربعا، علما أن أرتوب النقطة C هو 2. B صغيرة، انطلاقا من الشكل حدد أفصول النقطة C و إحداثيتي النقطة D. يلا انقل هذه المعلومات في دفتر التمارين ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا نبدأ على بركة الله عملية التصحيح الجواب. أصغر ثم نبدأ بتمثيل هذه النقط. المعلم ديالنا OEG هو هذا. إذا نبدأ بتمثيل نقطة A ذات الحداثيتين 4-3. A ذات الحداثيتين 4-3، الأفصول 4 والأرتوب 3، هي هذه لا النقطة 3، نعم بدأت حداثيتي 4-3 هي هذه النقطة. A ذات الحداثيتين 4-3 ثم بدأت الحداثيتين 4-2، الأفصول 4 والأرتوب 2، هي هذه أفصول 4 راهو بلون أخضر أو موضوع في مربع صغير بلون أخضر، والأرتوب 2 موضوع في مربع صغير بلون أخضر. إذن غادي نضعو النقطة B. قيل لنا أن النقطة C أرتبها هو 2. النقطة C أرتبها هو 2، كما ترون أرتب النقطة B هو أيضا 2. إذا النقطة C توجد على هذا المستقيم الذي يمر من النقطة B والموازي لمحور الأفاصيل. إذا إذا كانت النقطة C هنا فأرتبها سيكون هو 2، إذا كانت هنا مرة أخرى أرتبها هو 2. إذا أي نقطة خدينا من المستقيم المار من B والموازي لمحور الأفاصيل سيكون أرتبها هو 2. غادي نرسم هذا المستقيم. إذا أي نقطة من هذا المستقيم سيكون أرتبها هو 2، إذا C توجد على هذا المستقيم. الآن شوفوا شرط آخر، وأن ABCD مربع، ABCD مربع، وعندنا أحد أضلاع هذا المربع اللي مرسوم عندنا في الشكل اللي هو نعم اللي هو الضلع AB. وهذا غادي نبرزو أكثر، نعتذر هنا، أو الآن ضلع AB أصبح بارزا هنا. قيل لنا أن ABCD مربع، إذا النقطة C يمكن تتواجد في مكان ما هنا في هذا الجزء. للحصول عليه سنأخذ البركان بهذه الكيفية، لأنه كما تعلم بالنسبة للمربع جميع أضلاعه متقايسة،
إذن هنا غتكون نقطة سي، هيا غادي نضعو الأثر ديال البركة، ويمكن تكون في الجهة الأخرى إذا شئت هنا في هذا المكان، هذه أيضا وضعية أخرى للنقطة سي. إذن هناك وضعيتان للنقطة سي، إما أن تكون السي هنا في هذا المكان أو تكون هنا، واضح؟ غادي نبداو بهذه الوضعية الأولى. غادي نوضع هنا النقطة سي، ثم أرسم الضلع بس. بقتنا النقطة دي، قيل لنا أن ABCD مربع، إذن نقطة دي ستتواجد بالضبط في هذا المكان، واضح؟ هنا لأنه عندي التربيعات ديال اللوحة الإلكترونية التي تساعدني على إيجاد نقطة دي بسهولة، هي هذه. ولا يمكن نستعملو البركار وناخدو هذا القياس كما ترى، ونوضعو أثر هنا، ونعاودو ناخدو هذا القياس اللي هو نفس القياس السابق، ونوضعو الأثر هنا، كتلاحظ النقطة دي هي نفس النقطة اللي حددناها قبل قليل، إذا الرباعي أ بي سي دي مربع. إحداثيتي نقطة دي هما ناقص واحد وثلاثة، وكما ترى أفصل نقطة سي هو العدد ناقص واحد في هذه الوضعية. نناقش الوضعية الثانية شفويا، واخا نكتبو هذه المعلومات ثم نناقش الوضعية الثانية شفويا. الشكل ديالنا هو هذا، بي صغيرة، لدينا حسب الشكل أفصول نقطة سي هو ناقص واحد، أما أرتبها فنعرفه اللي هو ناقص اثنان حسب ما جاء في المعطيات، و النقطة دي ذات الإحداثيتين ناقص واحد ثلاثة. الآن شوفوا الوضعية الثانية التي ذكرت، عندنا إحداثيتي أ وهما أربعة وثلاثة، وإحداثيتي ب وهما أربعة وناقص اثنان. قلنا نقطة سي تنتمي إلى المستقيم المار من بي والموازي لمحور الأفاصيل ما دام أرتبها هو ناقص اثنان. إذا المكان الآخر الذي اقترحنا هو هذه الجهة، غادي ناخذ أولا المسافة أبي ثم النقطة سي هنا. إذا هذه الوضعية الثانية للنقطة سي، وفي هذه الحالة كما سترى أفصولها سيكون هو تسعة وأرتبها هو ناقص اثنان. أعيد، الوضعية الثانية للنقطة سي سيكون أفصولها هو تسعة وأرتبها هو ناقص اثنان. غادي نكتبها هنايا، ها هي، إذا شئت بلون أحمر، سي ذات الأفصول تسعة والأرتب ناقص اثنان. إذن هذه القطعة الثانية للمربع أو الضلع الثاني للمربع. ثم نمثل نقطة دي بحيث يكون أ بي سي دي مربع، إذن عندها أ بي سي، إذن دي غتكون هنا، تبقي
هذا هو مكان النقطة D. وكما ترى برز الأفصول اللي هو 9 والأرتوب اللي هو 3. إحداثيتي النقطة D هما 9 و3. أنا غادي نكتبها D ذات إحداثيتين 9 و3. الآن نرسم المربع ديالنا A B C D، واضح؟ إذا سنشير إلى هذه الحالة كملاحظة. هي أشرت إليها كملاحظة. هناك وضعية أخرى لكل من C و D تستجيب لنفس المعطيات، يعني A B C D غادي يكون مربع وأفصل النقطة C هو ناقص 2. في هذه الوضعية غادي يكون عندنا أفصل C اعتذر تستجيب لنفس المعطيات. المعطيات اللي ذكرنا هو أن A B C D مربع وأرتوب النقطة C هو ناقص 2 وليس أفصلها. إذا في ضوء هذه الوضعية غتكون عندنا أفصول C هو 9 وإحداثيتي D هما 9 و3 كما رأيت في الشكل الذي أنجزناه قبل قليل. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج زيتون مراكش. إلى اللقاء.